نحن في صندوق أبو ظبي للتنمية وكشركاء استراتيجيين للقمة نعتز بما تم تحقيقه من إنجازات استثنائية وما نراه في كل عام من نتائج وقصص نجاح وأفكار ملهمة تعزز تفاؤلنا وتجعلنا نرتقي إلى مستوى طموحات الشعوب. القمة تدخل عقدها الثاني بفاعلية أكبر وقدرتها على إحداث التأثير والتغيير الإيجابي في تشكيل حكومات المستقبل، وعلينا التفكير في مختلف القضايا بطرق مبتكرة لكي نصنع الفارق في تعزيز قدرات المجتمعات ونحقق لها التنمية والازدهار. نحن في صندوق أبوظبي للتنمية نعمل على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية بما ينسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وجهودها الاستثنائية في ترسيخ مبادئ الاستدامة لتنمية القطاعات الحيوية. لذلك قمنا بدعم المجتمع الدولي من خلال تمويل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات اقتصادية متنوعة في أكثر من 104 دول، حيث بلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي قدمها الصندوق ما يقارب من 180 مليار درهم. وعلى الصعيد المحلي ساهم الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة الشركات المحلية، حيث بلغت قيمة التمويلات التي قدمها أكثر من 3 مليارات درهم، مما فتح آفاق أوسع للصادرات الإماراتية وعزز من تنافسيتها في الأسواق العالمية. إننا على ثقة بأن القمة في دورتها الجديدة ستكون قمة ريادية وستضع خطط استباقية لتعزيز جاهزية الحكومات للتعامل مع مختلف المتغيرات التنموية والاقتصادية المتسارعة عالمياً واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.